اليوم احنا نريد نسأل، هذا المشروع المستشفى التركي اليوم في محافظة واسط يتراوح عدد الأسرة به 400 سرير، ويوجد فيه مركز عيون، وتوجد به طبعا حقيقة حسبنا وضمن الجهات المعنية والمختصة توفر لنا 5000 درجة وظيفية، ونفق الزخم على 6 مستشفيات في المحافظة. لماذا هذا التلكؤ؟ مستشفى التركي اللي توقف العمل به سنة 2014 وإلى الآن ما كامل غير 32%. القضية قضية فساد إداري وليست قضية تلكؤ شركات. احنا اليوم نعرف سبب التوقف كان احداث داعش. ليش ما ترجع الشركة؟ حتى لو كانت شركة متلكئة، حيل المشروع على شركة ثانية واستمر بالدعوة القانونية ضد الشركة المتلكئة. ليش ما يكمل؟ المستشفى صار لها حوالي أكثر من 10 سنوات عافتها الشركة التركية اللي اسمها يونيفرسال، عافت إجازة 31% وطفرت. يعني مثل ما نقول احنا ضحكت على الحكومة مالتنا، خذت فلوسها وراحت. حق المستشفى التركي 400 سرير في محافظة واسط، والمشاريع استراتيجية المهمة واللي حقيقة يترقب وينتظر المواطن الواسطي بالحقيقة حرص كبير أنه ينجز هذا المستشفى ليرفد الخدمة الصحية في المحافظة. محافظتنا لم يبنى فيها مستشفى منذ ثمانيات القرن الماضي، أغلب المستشفيات الموجودة هي خارج العمر الافتراضي للمستشفيات وفيها مشاكل كبيرة. نعتقد أن هذا المشروع هو من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المحافظة، وينقل الخدمة الطبية المقدمة للإخوة المواطنين نقلة نوعية كبيرة لما له من أهمية، وأيضا فيه الحقيقة خدمات فندقية وطبية عالية المستوى. لكنه للأسف شركة تركيا شركة متلكئة استنفذت كافة المدد القانونية ولم يتم إنجاز العمل. نسبة الإنجاز 30%. أغلب الحكومات السابقة كانت لا تعيد العمل، كون أغلب القرارات كان عاد العمل مستشفيات اللي نسبة الإنجاز أكثر من 80%.